السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هعلمك ازاي تعرض شاشة التليفون بتاعك على جهاز الكمبيوتر بتاعك نسخة ويندوز 11 بدون ما تستخدم اي برامج او كابلات. لو انت حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. قبل ما نبدأ الفيديو بإذن الله ارجو ان انت تدعمني طبعا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. الخطوة الاولانية ان انا هروح على قائمة ستارت، اضغط عليها وبعد كده اروح رايح على اللي هي الاعدادات، تمام، وبعد كده انزل عند حاجة اسمها التطبيقات، وبعد كده اجيب اللي هي ميزات اختيارية، تمام. هنزل تحت خالص واعمل حاجة اسمها ميزات اضافية، هتفتح معايا النافذة ديت، هقفل دي دلوقتي مؤقتا، تمام. هنزل عند حاجة اللي هي المكونات القديمة وعلم عليها علامة صح، او هضغط عليها اللي هي جنب الزائد، وبعد كده اضغط على دايركت بلاي واضغط على موافق وانتظر لحديث ما يتم تثبيت هذه الميزة، تمام. هو بيقول لي طبعا هو تم الاكتمال، هضغط على اغلاق، تمام. هرجع مرة تانية على اللي هي قائمة ستارت، اروح على الاعدادات، وبعد كده اروح رايح برضو على التطبيقات وانزل عند اللي هي المميزات الاختيارية واضغط على عرض المميزات، تمام، وابدأ ادور على جهاز لاسلكي. اهو زي ما حضرتك شايف كده اللي هو جهاز عرض لاسلكي، هضغط عليه واضغط على التالي، تمام كده، واضغط على تثبيت عشان اثبت هذه الميزة، تمام. كل اللي انت هتعمله هتنتظر لحديث ما التثبيت ينتهي على جهاز الكمبيوتر بتاعك زي ما حضرتك شايف كده، هننتظر لحين انتهاء التثبيت. بعد الانتهاء من تثبيت هذه الميزة هروح رايح برضو مرة تانية على قائمة اللي هي ستارت، وبعد كده اروح رايح على حاجة اسمها جميع التطبيقات وانزل ادور على الاتي، لحظة بسيطة كده معايا لحديت ما الاقي حاجة اسمها جهاز عرض لاسلكي جديد. هتفتح معايا النافذة دي بالشكل ده، تمام. هبدأ اكبر الصورة لما تظهر معايا بالصورة دي. في الوقت ده هروح رايح على طول على جهاز التليفون بتاعي، تمام، واروح رايح على اللي هي الاعدادات، وبعد الاعدادات هنزل عند حاجة اسمها الاتصال والمشاركة، وبعد كده انزل عند حاجة اسمها عرض الشاشة، وبعد كده اعمل حاجة اسمها بحث عن اجهزة عرض وانتظر لحديت ما عملية البحث تتم. اول ما الاقي جهاز الكمبيوتر بتاعي ظهر هبدأ اضغط عليه واقول له البدء الان، هتلاقي زي ما حضرتك شايف دلوقتي هتلاقي جهاز التليفون بتاعي يتعرض على شاشة الكمبيوتر زي ما حضرتك شايف كده. التليفون بتاعي اصبح موجود على شاشة اللابتوب بتاعي او على جهاز الكمبيوتر بتاعك. طبعا في الوقت ده ممكن تستعرض اي شيء، ممكن تستعرض مثلا الفيس بتاعك، يعني ممكن افتح الفيس بتاعي مفيش اي مشكلة خالص، ممكن تستعرض افلام او فيديوهات او العاب، كل اللي انت عايزه ممكن تعمله على جهاز التليفون بتاعك وتعرضه في نفس الوقت على جهاز الكمبيوتر بدون ما تستخدم لا كابلات ولا اي برامج. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد تنسانيش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.